السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كمية معتبرة من الأمطار سقطت خلال هذه الثلاث أيام اللي فاتوا من اليوم الثلاثاء لنهار البارح، وين بعض الأحيان فاتت المئات 120 حتى 150 ملم، والله يبارك والحمد لله. أما فيما يخص الوضعية الجوية اللي راح ننتظرها صباحة هذا الأحد هذا إن شاء الله، بعد شوية انقطاع شوية ضباب يقدر يكون على الولايات الغربية، وأيضا بعد السحب السوف لا تقدر تهم بعد الولايات الوسطى وأيضا الشرقية. عموما الحال شباب على معظم المناطق تاع بلادنا هذه مع الصباح. خلال الظاهرة إن شاء الله، خلال الظاهرة نقدر نقولوا باللي الحال تحسن لأنها الضغط سيرتفع على معظم المناطق تاع بلادنا. عبور سحب من نوع عالي تهم بعد المناطق تاع الهوغار وأيضا بعد المناطق تاع الواحات كولاية ومنطقة ولاية ورقلة، منطقة حاسي مسعود حاسي بركين، كذلك على الصحراء الوسطى منطقة رقان أولف وأضرار. لو كنت نزول لدرجة الحرارة اللي ننتظرها مع الصباح، بارد الحال بعد الأحيان حتى لدرجة صفر على عدة مناطق الجليد يتكون على عدة مناطق تاع الهضاب العليا، كما منطقة الجلفة تيارة البيض ما بين درجة صفر إلى درجتين، كذلك سطيف باتنا باركة خنشلة مشرية عين صفرة تلمسان 5 درجات 6 درجات في جانت فقط، منطقة الواد 7 درجات هي ولاد جلال، حاسم سعود ورقلة 9 درجات 13 بيتين ديوف 9 بعنبة 8 بالعاصمة 6 درجات فقط، كذلك في منطقة وهران مع الصحراء الوسطى 11 درجة ونختمها ب 14 إلى 15 درجة على الولاية تاع أقصى الجنوب. خلال الظاهرة إن شاء الله الحرارة مع السميشة اللي تكون في الموعد تلتحق حتى ال 20 21 درجة على الغرب، 18 على الولايات الساحلية الوسطى والداخلية كذلك بين عنابة وأيضا قلمة وسقهرة 16 درجة، كذلك جيجل 22 بورقلة 20 كل من الواد غردايا 22 ببشار 23 بتندوف 25 على الصحراء الوسطى على العواصم الهوغر والتصيلي ما بين 26 28 و 30 إلى 31 درجة على أقصى الجنوب. نجوزوا للملاحة والصيد البحري، الريح ضعيف ويشن كاين مازال تموجات خاصة السواحل الوسطى وأيضا الشرقية مع الريح اللي فات كان قوي، قوة الرياح ضعيفة ما بين 10-15 كلمة في الساعة، الاتجاه تاعها تكون مختلفة، الرؤية مع الصباح شوية رديئة بسبب الضباب وما تتحسن وتولي من 4 إلى 8 أميال بحرية. كالعادة نختموا هذه النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية، شروق وغروب الشمس على الجزائر العاصمة وضواحيها لهذا الأحد 26 نوفمبر 2023. الله يدوم قوسكم دائما مع برامج الشروق.